يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم تشاد ربي به في صورة القلم بأن أخلاقه في غاية العظم المصطفى المصطفى من عباد الله قاطبة وسيد الخلق من عرب ومن عجم صلاة الله